إلى فقرة أخرى سلكي وأمنة. بسلك وامن اليوم السبت مفروض طبعا الحركه تكون جدا طبيعيه على الطرقات، لبل حركه خفيفه، ولكن المزيد من التفاصيل عن مشهد الطرقات اليوم، عن حصيله الحوادث ومحاضر السرعه اللي سجلت بالساعات الماضيه، منروح الى غرفه التحكم المروري، علما انه امبارح على ما يبدو صار عندنا ضحيتين أو 18 حادث 17 جريح، هن حصيلة الحوادث خلال هيدا الشهر اللي نحن بعدنا لليوم 4 الشهر. امبارح الحمد لله ما كان في ضحايا، ولكن كان سجل 4 حوادث و4 جرحى. للمزيد من التفاصيل بينضم لنا المعاون أول سعيد الحاج من غرفة التحكم المروري. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضل. بالنسبة لأحوال الطرق، يعني أكيد يوم السبت عندنا حركة سير خفيفة على مداخل بيروت، إن كان على المدخل الشمالي أو المدخل الجنوبي أو المدخل الشرقي. كذلك ضمن مدينة بيروت ما زالت حركة سير خفيفة جدا إجمالا، إن كان على الإشارات أو المستظهرات. هذا بالنسبة لأحوال الطرق. أخيرا عندنا طريق عينات الأرز بس للسيارات ذات دفع رباعي ليلا بسبب تكون طبقة من الجليد. هذا بالنسبه لاحوال الطرق. واخيرا نطلب من المواطنين الاتصال على الخط الساخن على 1720 للافاده عن احوال الطرق، ومتابعتنا على الفيسبوك غرفه التحكم المروري، وعلى تويتر على @TMC لبنان. بالنسبه للاحصاءات، خلال 24 ساعه الماضيه كانوا 4 حوادث نتج عنهم للاسف 4 جرحى. كذلك بالنسبه لمخالفات سرعه الرادار كانت النتيجه 500 مخالفه سرعه زائده. شكرا كثير لك المعاون اول سعيد الحج على كل هيدي المعلومات.